ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عندي تعليق على موضوعين، والمواضيع والبلاوي الأيام دي كثيرة في البلد دي، لكن الزمن ما يكفي، نعلق على موضوعين إن شاء الله. الموضوع الأول مواصلة فيما تكلم فيه الشيخ شهاب وفقه الله في المقطع اللافي بتاع الولد اللي قال أنا كنت مسلم وارتديت ولقيت الإسلام ما نافع، وندعو قال حسب ما قال هو ندعو ناس الهامش إنهم يرتدوا ويكفروا بالإسلام، لأن الإسلام طوال 1400 سنة ما قدم لنا حاجة وما استفدنا منه في دنيانا حاجة، وآخر حاجة طلع صليب برا، رفع الصليب. طيب أول حاجة يا جماعة، النصارى لعنهم الله سبحانه وتعالى كما في القرآن والسنة، النصارى عندهم الحركة دي من زمان. أنا كنت بمشي بناظرهم في جم سينما كوليزيوم في السوق العربي في كامبوني، كنت بناظرهم جوا هناك قبل 13 سنة تقريبا أو يزيد، بيجيبوا زول دي خطة بتاعت نصارى لا ارتد لا حاجة، يجيبوا زول يقول طبعا أنا اسمي محمد، حتى كان جابوا واحد ناظرني قال أنا اسمي محمد الشيخ وكذاب، ولا اسمه محمد ولا الشيخ ولا أي حاجة، قالوا كنت مسلم وجربت الإسلام ولقيته ما نافع، جماعة طق 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 بيصفقوا، شنو جربته وضغطه ولقيته ما نافع؟ أنت قالوا ملع خضرة، ده كذب بتاع نصارى يا ناس، ده كذب. أول معلومة تعرفها، الحركة دي عند النصارى والقساوسة قديمة قديمة، جربناها من بدري وجربوها معانا وما نفعت. ومنو قال لك الإسلام بيثبت بالتجربة؟ ولو كان الإسلام بيثبت بالتجربة ذاته، تجربتك أنت يا فاشل تقول لي جربت الإسلام ولقيته ما نافع، أنا دخلت فيه ولقيته نافع، وديل كلهم أكثر من مليار، الآن قالوا بيقوا 2 مليار أو زيادة، أكثر من 2 مليار مسلم دخلوا ولقوا نافع. أنت سديري أو أبو عراقي دخلت قلت لقيته ما نافع ومركت، فندعو الجميع يكفر بالإسلام يا كذاب. وقام في النهاية مرق صليب، مرق له الصليب، أنا دار ناقشك في الصليب ده ذاته، صليبك ده دار ناقشك فيه. ما هو الصليب عند النصارى؟ الصليب عند النصارى قالوا عيسى اليهود كتلوا وصلبوا، بعد ما كتلوا ودقوا بالمسامير في الخشب اللي هي الصليب دي ومات 3 يوم، وبعد ذاك قام تاني. شوف النصارى بيقولوا عيسى مات 3 يوم، والنصارى نفسهم بيقولوا عيسى هو الله ذاته كده، بس انت ركز معي شوية. النصارى بيقولوا عيسى كتل اليهود 3 يوم وصلبوه في خشبة صليب، عشان كده بيلبسوا الصليب، وفي نفس الوقت قالوا عيسى ده الله ذاته. أسأل أي نصراني لافي، أي نصراني طالع من الكنيسة وموزع اللي بنطلون جنز وداق شورت وعامل راسه كيف وطاير ماشي يدنقس في الشارع، قل لهم عيسى عندكم شنو؟ بقول لك الله. الله شنو؟ بقول لك عيسى. طيب يا نصارى إذا كان عيسى الله، كيف الله قتل اليهود 3 يوم؟ وكيف اليهود يقدر يقتلوا الله؟ وياتوا خشبة بتاع الصليب شالت الله، وياتوا مسمار ده دقوا في الصليب على الله والمسمار قدر يشيل الله، وكيف الله يموت كده بالراحة كده؟ كيف الله يموت؟ ده بس الصليب المرق والود ده برا، كيف الله يموت؟ معناته اليهود الكتلوا الإله بتاعكم ده يا نصارى
معناته اليهود أقوى من الإله بتاعكم، فيجب إنكم تعبد اليهود ما تعبد الإله بتاعكم أنتوا، لأنه إلهكم ضعيف مقتول، قتلوا اليهود. صحيح ولا ما صحيح؟ لا لا لا، اليهود ما بنعبدهم. طيب يجب تعبد الصليب، لأنه إذا كان في خشب والخشب ده مخلوق، الصليب ده خشب والخشب ده مخلوق شال الخالق، معناته الخشب ده أقوى من الإله بتاع النصارى، معناته يعبد الخشب ده. صحيح ولا ما صحيح؟ ما يعبد عيسى، لأنه عيسى في فهمهم كتلوا اليهود وعلقته شالته الخشبة اللي هي أقوى من الإله بتاع النصارى بالباطل. كلام ده أنا قلت لواحد نصراني اسمه متى طوالي، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه بيفهم، لكن الطرنقة ده ما بيفهم، كما ممرق الصليب. الصليب ده بيخجلوا منه يا أخي. جاء في الكتاب المقدس آية تنص ملعون من تعلق صليبا، ده بالكتاب المقدس المحرف، ربنا قال عنه يحرفون الكلمة عن مواضعه، جوا فيه ملعون من تعلق أو علق صليبا، ده في المحرف ذاته حرام تعلق صليب، يا صليبك طالع برا انت، حرام، ده في الكتاب المحرف الموجود الليلة في الكنيسة. وإذا دخلنا في الكتاب ده فيه بلاوي، ده في سفر الخروج تقريبا، والسفر ده عندهم يعني زي الجزء عندكم يعني، والعدد عندهم زي الآية يعني، هم فهمهم كده. في سفر الخروج تقريبا إنه قال يعقوب، نبي الله يعقوب عليه السلام اتصارع مع الله، والله زي ده، قال فغلبه يعقوب، يعقوب ده عندهم هم، يعقوب قال غلب الله وقيده، ربط ليه الدينه. تخيل يعقوب عليه السلام يغلب ربنا عند النصارى في دينهم الكفر الباطل ويربط ليه الدينه، فقال فكني يا يعقوب، قال الله قال لي فكني، ده دين النصارى. في دين النصارى اتحدى اي نصراني من باب الفاتيكان، أمية الكفر والترنس بتاع الكفر، لأصغر نصراني لا في الليلة في الوطن دي، يقرأ لنا سفرين بس من الإنجيل بتاعهم ده الكتاب المقدس بس يقرأ قدام الناس، والله فيه كلام قلة أدب، فرفور ما قال زيه. سفر حزقيال الإصحاح 23 ده ما في نصراني يقدر يقرأ قدام الناس، قال لأنه بيخجلوا منه. طيب أنتوا بتخجلوا منه، يكون الله قالوا كيف؟ الثاني سفر نشيد الأنشاد، نشيد الأنشاد، وده هم بيقولوا ده الزبور بتاع داود ومحرف، ربنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، كله محرف، وربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كتبوا بيدهم وقالوا ده حق الله، كذابين. نشيد الأنشاد المزمور 150، 150، ها أنت جميلة يا حبيبتي، تخيل قالوا الله قال كده، تخيل معي، جميلة عيناك، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع ما عارف شنو كده معزن على جبل جلعاد، أسنانك كشنو ما بعرفه، شفتيك إلى آخره، والله مكتوب كده المزمور رقم 150، ده حق الله يا كذاب يا محتال، كمان مطلع الصليب وما بتخجل. بعدين الأناجيل دي في إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، أربعة بس، كانت 105 إنجيل. النصارى كل مرة بيزيد الإنجيل يبقى إنجيل جديد، إنجيل جديد، حصل 105 كتاب، قال والله الشغلة دي بتفضحنا. بعدها عملوا مجتمع مؤتمر كبير في مجمع اسمه نيقيا، وجمعوا جميع الكفار، أها قالوا الشغلة دي نحلها كيف، شالوا الأناجيل دي كلها جدعوها في الزبالة، خلوا أربعة بس، متى ولوقا ومرقس ويوحنا، لكن لو لاحظت في الأربعة دي ذاتها
ما في إنجيل عيسى. أنت لاحظت الكلام ده؟ إنجيل عيسى ما في. الملاحظة الثانية، لا متى لا لوقا لا مرقس لا يوحنا واحد فيهم لاقى عيسى أو عاش في زمن عيسى أو عاش في زمن الزمن البعد بعد بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، ما في. لا قابلوا، لا شافوا، لا شافوا الشافوا، لا شافوا الشاف 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 الشافوا. بل مرقس ذا قالوا هذا الكاتب عنده إنجيل كامل، قال ده نزل والله من السماء. النصارى في مقدمة إنجيل مرقس قالوا هذا الكاتب الذي يدعى بمرقس نجهل هويته ونجهل مكانه ولا نعرفه متى عاش ومتى مات وأين عاش وأين مات، وهم بشكل قلبه. قالوا ده إنجيل نزل من السماء. الكافر ده قال يطلع الإنجيل من جوا، قال لابد الناس يكفروا بالإسلام وما تخافوا من الردة وما في حور عين، وقال لي لفظة كعبة كده تشبهوا، لأنه دي الألفاظ اللي بيتعلموها من الإنجيل الموجود جوا. ده كله باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن أعرف إنه دي حركة بيعملوها النصارى شنو من زمان، كل مرة يلز واحد يقول كنت مسلم وجربت الإسلام ولقيته ما نافع. أنت ما نافع. ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن النصارى واليهود لما قالوا نحن بس بنخش الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا رد عليهم قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ربنا رد عليهم في الآية البعدية وراهم الدين الصحيح، ياتوا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ده الدين الإسلام. عشان كده ربنا جاب معنى الآية دي في الآية الأخرى، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون بيد أننا الأولون يوم القيامة، بيد أننا الأولون يوم القيامة. كان للنصارى يوم الأحد وكان لليهود يوم السبت ونحن الآخرون ولنا يوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا في الآخرة. ده الدين. أي دين تاني باطل. والكلام اللي بيقولوا شيوخ الإخوان المسلمين ناس القرضاوي والترابي وعبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ونبيل العوضي وسلمان العودة وسيم الرماد، ده كلام باطل. اللي يقول لك والله ديل إخواننا طبعا المسيحيين، ديل ما أخواننا ديل كفرة. ربنا قال عن النصارى ما يسموا مسيحيين، يسموا النصارى، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله قال كده. وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم. ربنا سمى دين اليهود والنصارى هوى، ما دين، أهواءهم، هوى مزاج. اتخيل أناجيل إنجيل الكاثوليك فيه أربعة فيه سبعة فيه 73 صفر، وإنجيل البروتستانت فيه 66 صفر. ديل بيقولوا ده حق الله 66 بس، بيقولوا الكاثوليك زادوا سبعة بقى 73، ديل كذابين قالوا الكاثوليك وكفار. الكاثوليك قالوا لا، قالوا أصلا هو 73 جزء 73 صفر، لكن البروتستانت حذفوا من كلام الله سبع أسفار، يعني زي سبع أجزاء بيسموها الأبوكريفا، قالوا يعني دي الأسفار بلغتهم غير القانونية، قالوا دي ما حقت الله. يا تو حق الله. أمشي بغادي للأرثوذكس عندهم إنجيل فيه 84 صفر، يعني 84 جزء، يبقى الأرثوذكس 84 والكاثوليك 73 جزء صفر والبروتستان 66. حق الله يا تو الصح، يا تو يا ناس الصح يا تو. اتخيل الأناجيل دي بيطبعوها الليلة، السنة الجاية لما يطبعوها
بيغيروا كلام الله. لو جبت طبعة 2019 تلقاها تختلف من طبعة 2018 و17، لو جبت طبعة 2015 تلقاها محرفة من طبعة 2014. وأنا عندي في البيت ديل ناس غريبين جدا، عشان كده ربنا سماهم الضالين النصارى ديل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلال واضح، ضلال مبين يا أخي. ولا أنا بتعجب من ناس يقولوا عيسى ده الله، وفي نفس الوقت يقولوا عيسى ده ود الله، وفي نفس الوقت يقولوا عيسى ده اليهود كتلوا وصلبوا. يكون الله كيف؟ كيف الله يقتلوا؟ وكيف ربنا سبحانه وتعالى يخلي ولده يقتلوا الناس؟ مسألة من المسائل قال هذا البليد، وما ضر الإسلام إنك تمرق منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكونك انت مرقت من الدين، نحن ما بنرجو انه الناس يمرقوا برا الدين، لكن الاسلام ما خسر حاجه بمروقك. كونك مرقت الاسلام ما خسر بك حاجه عشان تجي تكورك وتسوي. بعد ده قال يا اخي الزول ده ذاته، قال والله يعني قال لي الانبياء كلهم قال من الخليج. يا زول تسميه الخليج دي جات ما لي اكثر من 30 سنه. الأنبياء جاء في الخليج، انت يا زول موهوم ولا شنو؟ نبي الله موسى كان في مصر، مصر بقت تبع صندوق النقد العربي ولا شنو؟ نبي الله موسى ربنا اوحى له وين؟ هو يا عبد القان الوليد ده، نبي الله موسى كان وين؟ قال ان احنا دايرين نبي من افريقيا. طيب موسى عليه السلام كان من افريقيا، شمال افريقيا يعني، ربنا بعثه هناك، فدي بلاد. عشان كده ابن عثيمين لما تكلم عن الآية، وابن كثير والتين والزيتون ابن عثيمين وطور سينين، قال التين والزيتون ربنا أقسم بهن لأنهن شجرات مباركة إلى آخر، قال ولأنهن يكثرن في الأرض التي بعث فيها عيسى. وطور سينين ده ربنا بعث فيه منه موسى عليه السلام. بعد ده قال وهذا البلد الأمين مكة، فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقسم بي يعني بأراضي مباركة. فالأنبياء ما كلهم يا أخواننا ما كلهم من الخليج، انت ما عارف رسلوا لك من ولا شنو؟ ها؟ ربنا عز وجل رسل لك الرسول عليه الصلاة، ونحن شوف نحن ما عندنا العقدة دي، نحن كمسلمين، ودي اخواننا الدارين يضربوا به واعداء الدين، المسألة بتاعت العنصريات. النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، المشكلة وين يعني؟ المشكلة في شنو؟ نحن كسودانيين ما عرب، لكن نحن دارين نخش الجنة. ربنا اختبرنا قال لنا اطيعوا نبي العرب ده. يا اخو المسيح الدجال اوصاك، انت يا ولاد اخطر من الدجال، انت ما اخطر منه لكن ابلد منه، عرفته؟ الدجال لما سالوا تميم ابن اوس الداري، سال تميم قصه اسلام تميم رضي الله عنه، الدجال مكتوب بين عينيه شنو؟ كفاره كافر يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الدجال قام سال قال لهم هل ظهر نبي العرب؟ قالوا نعم. قال فما صنع؟ قال قاتل أخرجه قومه وقاتلوه، فظهر على من يليه من العرب، قال فظهر عليهم فأطاعوه. يعني قاتل الحول من العرب، عرفته؟ وانتصر عليهم وكلهم أطاعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال المسيح الدجال، شوف الكافر، قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. قال أخير لهم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. تجي أنت الليلة دار تطعن في الدين، والله نحن نفخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم من خير القبائل ومن خير الأنساب ومن أشرف القبائل على وجه الأرض، نفخر بذلك، نعرف نسبه ونعرف صدقه عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ بعد ذلك يتكلم عن مسألة الردة، قال ما يقول لك لو ارتديت في نار في الآخرة. هو المنون بيقول لك، أنا ما قلت لك الود أجهل من أبي الجعلان، والله شفت الدرداق الله يكرمك البدردق العزرة بتاعت البهايم، أفهم من الودة
العامل فوقها مرتدة، والله أفهم منه، وإني لو طالب المقام أخاف أن أعتذر لأبي الجعلان، والله من 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 مقارنتي بهذا الأهبل الأبله الذي لا أظن أن في عقله طيوقا أو مخا، ما ممكن يا أخوان. كويس، ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وربنا عز وجل قال في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عرفتها؟ بعد ذا قام قال ليه الصينيين ومين متقدمين في الدنيا؟ لأنهم قعدوا قروا. أنت غير سب الدين ما عندك حاجة، أنت قريت حاجة؟ عجلة سويتها؟ يعني أنت لو طلعت لنا في المقطع ده سويت حاجة نقول، لكن أنت ما قاعد، أنت ما قاعد. النازل أخذوا زول شال مفكه وخش هناك وقرا الفيزياء وقرا الكيمياء وقرا شنو وقرا شنو وصنع وسوى. أنت لكن قاعد للكفر، لا صنعت حاجة لا دخلت في الإسلام، ما سويت أي شيء. كويس، الدنيا دي أنت إذا اجتهدت وأخذت بالأسباب العلوم وجربت وسويت في النهاية، في النهاية بتنجز. عباس بن فرناس داك سوى له جناحين وجاب له قماش ومصايب، حاول كسر رقبته، جاء بعدي واحد طوره، الناس بقوا يطيروا طيارات، لكن أنت قاعد تسيب في الدين. وأبناء الهامش أدعوكم لتخرجوا من الدين، يا زول أدعوهم ليخرجوا من الفقر، ولا ما أمشوا اشتغلوا، أمشوا أزرعوا، بدل تقعد تسيب في الدين وتسأل ربك، لأنه ربنا عز وجل البيد الدنيا والآخر. لكن يا أخواننا ربنا عز وجل ابتلانا بهؤلاء الناس الذين يريدون أن يخرجوا الناس عن دينهم، وصدق الله عز وجل إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لأنه في نهاية المقطع قام طلع عليه صليب، ده شغل بتاع النصارى وعواليك زي ذلك. ربنا عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ تتبع ملتهم. دارين يمرقون من ديننا، وأنا بقول والله كون زول ده مرق بهذا الغيظ على الدين وهذا الغيظ على الإسلام وهذه الدعوة للشباب، أنا أقول ده فيه أقوى الأدلة على أن المسلمين ماسكين في دينهم، وأن دينهم دين الحق المسلمين، لأنه كل واحد بيجي يطعن نقول له خليك أنت الأهبل ده البليد ده، خليك أنت، في ناس غيرك حاول يصدوا عن القرآن، الكفار العرب الفصحى الواحد لو جبنته اتكشحت بيطلع فيها معلقة، طعنوا في الدين ما نفعت. جاء النصارى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بوحي الله عز وجل، عرفتها؟ اليهود جوا ربنا عز وجل رد عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، النصارى النبي صلى الله عليه وسلم ناظرهم، عرفتها؟ الصحابة فتحوا الأمصار وفتحوا القلوب والبلاد للناس وادخلوهم في دين الله أفواجا، عرفتها؟ ما قدروا يصدوا عن الدين، تجي تصد أنت عن الدين وتجي تدعو الناس للكفر والصلاح وإلى الخروج من الإسلام. ولذلك يا أخواننا نحن نحذر أنفسنا أولا والمسلمين ونقول لهم والله تخافوا على دينكم، لأنه هو دينكم المستهدف. وبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه يبيع دينه الحاجة الغالية، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بعد ذلك قال الإسلام مزبلة التاريخ، يا أخي الإسلام ده أساسي أساسي، ما في سياسي في العالم ولا في واحد عنده اهتمام بقضايا دولية ولا غير دولية في العالم لابد يكون عنده رأي في الإسلام ولابد يفهم الإسلام ولابد يقرأ عن الإسلام. ما ممكن تجي أنت الليلة تقول لي إسلام إلى مزبلة التاريخ، الإسلام فوق نور ربنا عز وجل أحيا به والأموات ونفع به والناس ورفع به والمسلمين. الإسلام الدين الحق الذي رضيه الله للعباد، والمقام يطول في الرد.